لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تم التقاط صورة للرئيس التونسي قيس سعيد واحد الوزراء منهم توفيق شرف الدين وغمال الفقي في حين افطار رمضان، حيث ان هذه الصورة تم التقاطها في اول افطار لشهر رمضان الكريم، حيث التقط البعض الصورة وانتشرت الصورة بسرعة كبيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث علق البعض على الصورة: هذه هي بساطة الشعب التونسي وبساطة الرئيس قيس سعيد، وهذا هو يدل على شدة حبنا الشعب التونسي بسبب بساطته. وعلق البعض بالإعجاب على هذه الصورة، حيث أن الصورة نالت الإعجاب بشكل كبير بسبب الإفطار الذي يتناوله الرؤساء في شهر رمضان. اللهم يحفظ الرئيس التونسي قيس سعيد يا رب في رمضان، ويحفظ التونسيين ويحفظ الشعب يا رب العالمين، اللهم أمين. نطلب منكم بالدعوات للشعب التونسي بأن يكون أفضل في شهر رمضان الكريم، وأيضا الدعاء للرئيس قيس سعيد بأن يحفظه الله لحماية البلاد تونس، اللهم امين يا رب العالمين.